البنات انتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنسيسي شي وات مريم غادي نوجد لكم واحد الكوفيتيره البنات هكا بقشور الدلاح والبرقوق تيجي زوين ما نقولش لكم البنات كي تيجي رائع هاد الكونفيتيره البنات تيجي على هاد الشكل هذا ها نتوما تشوفوا البنات تيجي زوين ومذاقو ما نقولش لكم هكا تعجب الدراري الصغار وتيجي صحي تنتمنى تجربوها البنات هكا وينال الاعجاب ديالكم البنات اللي اول مره تيشوفوا القناه تاعي غنقول لهم مرحبا بكم ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس الا عجبتكم دابا ندوزو لطريقه تحضير المقادير غادي نحتاجو في المقادير البنات تاع هاد الكونفيتير غادي نحتاجو 250 الاساس في هاد الكونفيتير البنات هو قشور الدلاح اللي تيضيعو طرميوهم هكا وهما صحيين بزاف لوليداتنا والصحه تاعنا غادي نجمعوهم البنات بحال هكا غادي نحتفظو بهم من بعد غادي نشدوهم وغادي نقيو لهم هذيك القشره اللي تتكون غليظه في التحت هذيك الخضراء غادي نخليو غير هذه اللي تتكون بيضاء هكا رطبه صافي وغادي نقطعوه هكا مكعبات وغادي نحتاجو البنات هكا 250 غرام تاع البرقوق انا درت هنايا البرقوق اللي نقيتو من الجلفه تاعو وحيدت ليه العظم البرقوق البنات يبقى اختياري ممكن ديرو المشماش ممكن ديرو الخوخ اولا التفاح تيبقى اختياري هذاك انا درت هنا البرقوق هاد قشور البرقوق البنات راه حطفت بهم انا في المجمد ان شاء الله غادي ننزل لكم بهم وصفه ما غاديش يضيعوا هما قشور هكا التفاح قشور الخوخ كاع القشور تاع الفواكه غادي نحتفظوا بهم في المجمد ان شاء الله غادي ننزل لكم وصفه بهم غادي نحتاجوا البنات اللي هنايا 300 غرام تاع السكر سنيده وغادي نحتاجوا جوج معالق تاع الحامض غادي ندوزوا دابا الطريقه البنات الطريقه البنات غادي نجيبوا كاسرونه اولا هكا اللي عندكم غادي نديروا فيها قشور الدلاح غادي نزيدو عليهم البنات هكا هاد البرقوق كي قلت لكم البرقوق تيبقى ممكن تعوضوه باي حاجه عندكم مشماش تفاح خوخ فريز اي فاكهه عندكم غادي ندير جوج معالق كبار هكا تاع الحمض وغادي نزيد هاد السكر سنيده صافي البنات غادي نخلي هاد الشيء وغادي نغطي غادي نحركو وغادي نغطي غادي نخليه هكا واحد من 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه حتى وكان يطلق واحد السيرو نتاعو عاد غادي نردو يطيبو غادي نخليه دابا البنات هكا ونرجع ان شاء الله من بعد واحد 20 دقيقه دابا البنات منين بعد ما دازت واحد ربع ساعه غادي ناخذو شفتوا البنات السيرو اللي تيطلق هانتوما غادي ناخذو دابا وغادي نشعل عليه البوطو وغادي نوري لكم كي تتبع البنات صافي هو البنات بعد ما رطيتو غادي ننزل هاد السكر ثاني دا هذا اللي في الجناج غادي ننزلو هكا باش ما يتحرقش لينا البنات ملي يكون هكا تتب صافي غادي نخليوه على عافيه مهيله وغادي نبقاو تنحركوه مره مره حتى وكان يوجد البنات هانتوما السكر هذا الا بقى البنات راه تيتحرق خاصو يزيد خصوصا هاد الكواصرون هادو تاع لي نوكس الا بقى فيهم السكر من الجناب تيتحرق وتعطي واحد المذاق خايب للكوفيتيره هكا ولا الماكله تاعكم دابا البنات هو شفتوه بعد ما تيغلي تنحيدو هاد الرغوه البنات هادي اللي تطلع من الفوق هادي تنحيدوها تتبقى كتكون هكا تنبقاو تنحيدوها باش ما تخسرش لكم الكوفيتير من بعد غير هذه اللي من الفوق هذه صافي غادي نحيدوها هكا وراه هي راه ما تبقاش تتكون هي تتحيد صافي الا بقات هذه البنات راه الكوفيتير تخسر لكم ما تيجيش زوين ها نتوما البنات بعد ما حيدت دابا صافي تنقص عليه البوطو وغادي نغطي عليه هكا واحد شويه وغادي نخليه يطيب ها نتوما البنات تنبقى تنحرك فيه هكا تنزلو من الجناب كي قلت لكم وتنبقى تنحرك فيه مره مره تجي نشف من الماء البنات انا هذا هو الكوفيتير اللي تندير ما تنطحنوش لا في الماكينه تاعت لا في الروبو لا في الماكينه تاعت ماتشا ما تنطحنوش البنات يبقى هكا حتى تيشرب ديك المويه تاعته وتيجي عاقد وزوين وفي نفس الوقت يبقاو فيه هذوك الطريفات وما باينينش بزاف الا خدا وقتو في التيه راه ما تيبقاوش هذوك الطراف كبار وباينين بزاف
ودائما في اي وصفه البنات البوطه تكون مهيله هي اللي تجيب هذه، هي اللي تجيب الحاجه مضغمره وزوينه، يا كوفيتير يا اي حاجه البوطه تكون مهيله ما تكونش مجهده باش ياخذ حقه في الطياب ويجي زوين، يا مرقه يا كسكسو يا كلشي كلشي البنات كلشي تيب البوطه تكون مهيله باش تيجي مضغمر وزوين. صافي غادي نخليها البنات هكا قلت لكم تنحركوا مره مره حتى تتب ويعقد ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي الزوينه تاع الكوفيتير اللي حضرنا اليوم، تيجي على هذا الشكل، هذا تيجي البنات غزال هذا الكوفيتير ما نقولش لكم، شفتوا كي تيجيو فيه الطريفات وتيجي معسل، ماشي بحال بعض البنات تيديروا الكوفيتير هذه كملاحظه وتيخليو فيه هكا الماء وتيقولوا لك طحنيه، هذاك راه ماشي كوفيتير البنات، هذاك بيوري. اما الكوفيتير راه هكا ما خصكيش كاع دوزيه في شي ماكينه ولا طحنيه اولا دوزيه في شي حاجه، الكوفيتير تيبقى تيطيب حتى تيولي بوحدو هكا تيتعسل وتيولي بحال الكوفيتير تاع الزنقه. شتي البنات الا ما جاكمش الكوفيتير بحال هكا وزيتوه وطحنتوه راه ما كوفيتيرش. تنتمنى البنات تجربوا هذه الطريقه هذه، وغادي نعطيكم واحد لاستيس حتى هي راه غادي تبقاو تتحركوا 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 في الكوفيتير حتى ينشف من الماء وتحيد هذيك الكشكوشه. شفتوا الكشكوشه اللي كانت قبيله غتحيد، شتي منين تحيد هذيك الكشكوشه يعني صافي راه الكوفيتير وجد، صافي تيجي على هذا الشكل هذا، منين تحيدو من فوق النار وتيبرد تيعقد وتيجي على هذا الشكل هذا، وراه منين تقعد البنات راه تيعقد على هكا. البنات نتمنى تجربوا هذا الكوفيتير هذا وينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم الحلقة وبغيتوا بحال هاد الوصفات هادو ساهلين حطوا لي في التعاليق، وما تنساوش البنات اللي عجبكم الفيديو تبارطاجيوه، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك والتعاليق الزوينين تاعكم، وبقى نقول لكم بالصحة والراحة البنات.